وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك لدراسات باسل حفار. مرحبا بك معنا أستاذ باسل. كيف تقرأ تحذير الرئيس الأمريكي للنظام السوري من شن هجوم وصفه بالمتهور على إدلب؟ وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة هذا التحذير يأتي في لحظة حرجة، يبدو أنه الولايات المتحدة كانت تعلم أن النظام ينوي شن حملة جوية اليوم التي بدأت اليوم صباحا على أطراف معينة من إدلب في مناطق بعض مناطق أطراف إدلب وبعض مناطق رئيس الشغور. ويبدو أن الطرف الأمريكي استبق هذا الهجوم بهذا التحذير في محاولة لإعادة ضبط الأمور وفق الأجندة الأمريكية، كما كان سبق قد حاولت أمريكا في أكثر من محطة. وأيضا هناك، نحن نعلم أن هناك مؤتمر سوف يعقد في بعد بضعة أيام في جنيف تحضر الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأوروبية، يعتمد بشكل كبير على سيحدد بشكل ما مستقبل إدلب ومستقبل المنطقة، ويعتمد على أن لا تقوم حتى يكون له، فيعتمد على أن لا تبدأ العمليات العسكرية في روسيا المزعومة، العمليات العسكرية المزعومة من روسيا لا تبدأ قبل موعد هذا المؤتمر. نعم أستاذ حفار، يعني بعد فرنسا وزير بريطانيا يقول بأن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في إدلب لن يبقى دون رد، هل ينتظر ضربة ثلاثية كالتي نفذتها القوات الأمريكية والفرنسية البريطانية منذ عام؟ لماذا لا تكون استباقية؟ نعم، الحقيقة مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة المحرمة من قبل النظام في سوريا لم تعد مسألة ضربة ثلاثية أو رباعية أو أحادية وما إلى ذلك، النظام يستخدم الأسلحة من وقت آخر ويستوعب الضربات التي يواجهها إن حصلت نتيجة استخدامه لهذه الأسلحة. يعني هو يستخدم سلاح كيميائي ويقتل مئات وأحيانا آلاف الأشخاص ضربة واحدة، ثم يتلقى ضربة في مطار عسكري أو في نقطة عسكرية في مكان ما تسبب له إرباكا لبضعة أيام وأحيانا حتى لبضعة ساعات، ثم تمضي الأمور. هذا النهج في التعامل مع استخدام نظام الأسلحة الكيميائية شجعه أكثر فأكثر على استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة في مناطق مختلفة بسوريا. وإذا كان المجتمع الدولي ينوي الردع على استخدام نظام الأسلحة الكيميائية في المعركة المرتقبة بإدلب بنفس الطريقة التي رد فيها خلال المناسبات السابقة، فأعتقد أن النظام سيقدم بشكل كبير على استخدام هذا السلاح، لأن الرد لا يشكل رادعا حقيقيا للنظام. نعم، في تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان جاء فيه بأن إيران تجند أو جندت أكثر من 2000 سوري في قوة موالية لها، برأيك إلى أي مدى إيران راغبة في الاشتراك بمعركة إدلب، وهل يمكن أن تضحي إيران بعلاقتها مع تركيا؟ نعم، الحقيقة معركة إدلب إن حصلت هي معركة مفصلية بالنسبة لكل الأطراف في تركيا وإيران وروسيا وأمريكا، وأعتقد أنه الطرف الإيراني أحد الأطراف الذي لن يرغب أن يكون بعيدا عن الصورة أو عن المشهد في هذه المعركة. لذلك نعم، أظن أن إيران سوف تشتبك وتشترك في هذه المعركة بشكل أو بآخر. ونحن لاحظنا اشتباكات بحجم ربما أقل لكن في مناطق موازية أو محاذية وربما مباشرة مع الأتراك، بين الأتراك والإيرانيين في مناطق في مناسبات سابقة، مثل ما حصل في نهاية معركة عفرين في معركة عمليات وسط الزيتون عندما حصل نوع من الاشتباك بين القوات التركية والإيرانية عند منطقة عنادان وغيرها، ولكن هذا لم يؤثر كثيرا على العلاقات السياسية. لا ندري إن كان هذا الأمر، طبعا الأمر في إدلب سيكون بنطاق أوسع وبشكل مختلف، لكن لا ندري إن كان بأي حد سيتقبل الطرفان فكرة وجود مواجهة عسكرية أو مواجهة بالوكالة عسكرية على الأرض في مقابل الحفاظ على علاقة سياسية خارج. نعم، لو كانت معركة إدلب أصبحت يعني أمرا واقع، ما الواجب على الفصائل فعله لتجنيب المدنيين مجزرة يمكن أن تقع برأيك؟ الحقيقة يعني تجنيب المدنيين المجزرة التي يمكن تحصل الخسائر، يعني ربما يكون الفصائل لهم دور في هذا الأمر، لكنهم لا يمكن أن يكونوا هم المسؤولين، لأنه القصف والضرب والعملية العسكرية هي عملية روسية من النظام والتحشيد من النظام، والعملية العسكرية والقصف يتم من طرف النظام باتجاه المدنيين. الفصائل حددت موقفها من الآن بأنها سوف تخوض عملية مقاومة واسعة بحسب ما يعني صرحت رسميا معظم التشكيلات الفصائلية الموجودة في المنطقة. أما بخصوص المدنيين فأعتقد أن الجهد يقع على العاتق الدولي أكثر بكثير مما يقع على الفصائل،
لردع النظام عن استخدام اسلحه محرمه، لردع النظام عن استهداف مناطق المدنيين، لردع النظام عن استخدام الاسلحه التي تقتل بالجمله ولا تفرق بين العسكري والمدني، لردع النظام عن استخدام مناطق مراكز المدن والاحياء السكانيه وغيرها. نعم. استاذ باسل حفار من اسطنبول كان معنا، شكرا جزيلا لك.